والإنسان بيحلى بالأيام، وأحلى الناس هم البني آدمين، وأحلى البني آدمين هم الناس، ومسائل على البني آدمين. نايمين نايمين، صحصحوا معايا. مساء الخير. لو بتكون يعني كنت احفظوها كمان. الله يمسيكم بالخير ويمسي الخير فيكم. الله. لأنه الأيام تحلى بالإنسان، والإنسان بيحلى بالأيام. وأحلى الناس هم البني آدمين. واحلى البني ادمين هم الناس، ومساء الخير على البني ادمين. يعني مناح ماشي الحال بس مش قوي. ها مره ثانيه وعسلي، الله يمسيكم بالخير ويمسي الخير فيكم، لان الايام بتحلى بالانسان، والانسان بيحلى بالايام، واحلى الناس هم البني ادمين، واحلى البني ادمين هم الناس، ومساء الخير على البني ادمين. أنا راح أقدم لكم اليوم عرض اسمه ساموت في المنفى بدل فاخر. وصدقوني يعني بصفتنا احنا اليوم في اليوم الأول لمهرجان المونودراما، أنا مش متأكد إنه هو مونودراما. بعرفش هو مونودراما مش مونودراما، ماليش دعوة. مش كوني لحالي مونودراما، مش كونه مش يعني سامحوني في هذا المصطلح، ما عنديش تثبيت علمي إني راح أقدم لكم مونودراما، لكن راح أقدم عرض مستل من السيرة الذاتية والشخصية لعائلة غنام، لصابر غنام وخديجة إمي وفهمي غنام وغنام غنام وناصر غنام وكل العائلة. لذلك حدا بده يقول لي يا غنام بدك تصدع راسنا بسيرة أهلك؟ بقول له أوكي. إدوارد سعيد المفكر الفلسطيني العالمي قال على كل فلسطيني أن يروي روايته. أنا رح أحكيكم عن ناس عاديين لكنهم في الحقيقة أبطال تراجيديين. سأحكيكم عن شهداء لم يقتلوا بالرصاص، ولم يسقطوا في المعارك، ولم يدرجوا في سجلات الشهداء. سأحكيكم عن شهداء قتلتهم المنافي وقتلتهم الغربة. لذلك هذا العرض مفتوح، وأنا مصممه 2D. 2D يعني 2 dimensions، يعني بعدين. البعد الأول هو الحكاية. الحكاية صحيح حكاية شخصية، لكن تأكدوا تماماً راح تتقاطع مع كثير من حكاياتكم الشخصية. والبعد الثاني هو أنا وإنتو، وأنا وإنتو حال واحد. من المحيط للخليج على فكرة إحنا حال واحد، يعني مش مفرق المسائل كثير. لذلك إنتو أصحاب العرض. لما بدكم تدخلوا في العرض تدخلوا، لما بدكم تحكوا في العرض احكوا، لما بدكم تغنوا في العرض لانه انا صوتي بشع بالتاكيد غنوا، تمام؟ ما حدش يتردد. واصلا يعني بدنا نعتذر من الدكتور اسامه اليوم، لانه هذا العرض في اخره دائما افتح المجال للحضور ليقولوا حكاياتهم، لانه اي واحد عنده حكايه يمكن ان تندرج تحت ساموته في منفى بدل فاقد ممكن يجي يحكي وانا اتفرج بعد ما اخلص حكايته. نبدا الحكايه. طيب انا ما استعملتش لا ديكور ولا اضاءه ولا اكسسوارات يعني بالمعنى المعروف عشان يكون هذا العرض متحرك ومنكم وإلكم، لكن راح استعمل كرسي واحد من الكراسي اللي بتستعملوها انتم. هذا الكرسي راح يكون رفيقي في هذه المسرحيه، وبما انه المحبين كثار وداءت الساحه فيعني راح اتعامل معه شويه بلطافه، لانه في الاصل انا بتعامل معاه بشويه وحشيه، يعني في شده بيني وبينه. انتم الان موجودين في قاعه مغادرين في احد المطارات، وكل واحد منكم يتاكد انه باسبوره معاه والفيزا موجوده، وحادخل انا على المطار وانتوا يعني بعدها انتوا احرار. خطيني مجال هيك بس اعمل حالي كاني داخل من الباب يعني. المراحيض وين؟ يا رجل هاي مراحيض الستات اللي مراحيض الرجال. شكرا شكرا. استاذ فضل بإن كانت يعني تدير بالك بس على الحقيبة الله يخليك، وعلى فكرة ممكن تنزل وتحكي لهم اللي بدك إياه عبين ما أخلص، ماشي الحال؟ لو سمحت أستاذ حافظ الله يخليك، أنت عارف هلا بصيروا يعلنوا على المسافرين عدم ترك الحقائب بدون مرافق حتى لا تكون عرضة، الله يرضى عليك.
معاك الموضوع. الله يخليك سيد حافظ. سيد حافظ عارف ما امس المكان يا حبيبي خلاص ما بتجيني عنها بس حمل انا لو بدكم تقولوا لي مالك يعني الحقيبة بخوف انا قد ما بقولكم انا عندي حكايات كثير مع الحقائب. اول حقيبة راح احكي لكم عنها في منتصف الثمانينيات. انا طبعا عشت في الاردن طول عمري وفي الاردن في الثمانينيات كان في احكام عرفيه، بتعرف الاحكام العرفيه؟ الاحكام العرفيه اللي هي الحكم العسكري اللي ممكن يغمك وياخذك على جهنم بدون ما يسال. في هذيك الايام كان اللي بيحصل على كتاب ممنوع ابو زيد خاله. لكن اللي بينمسك معه الكتاب الممنوع لا ابو زيد ولا عنتر ولا زيد سالم ولا حمزه البهلوان بخلصوه من 5 سنين سجن. في يوم من الأيام الرفاق طلبوا مني إني أنقل 8 كتب لرفيق آخر، وكنت أنا أيامها بشتغل في المقاولات يعني بطلع من الصبح ولازم أنقلها في الليل. قلت يا بنام 8 كتب ممنوعة كيف بدك تنقلها يا دكتور؟ حطيتهم في شنطة سامسونايت محترمة لا تلفت الانتباه، وحطيت الشنطة معاي وركبت السيارة بتاعتي ومشيت في شوارع عمان. يومها تقول لي قيامي بدها تقوم زحمة والناس مقتلة بعض. قلت يا فنان لو حصل معاك حادث سير واجت الشرطة ولقوا الشنطة اللي فيها الممنوعات حياخدوك على المستشفى، حياخدوك على السجن، وحياخدوا الشنطة وين؟ محترز على أساس إنه هادي عين. فأول حاجة قلت اتخلص من الحقيبة الآن وخليها للمساء. عندي واحد في الورش معلم مصري من أسيوط اسمه علي. علي كنت أثق فيه جدا، رحت عليه معلم علي الله يخليك خلي الحقيبة عندك وخلي بالك منها منيح، فيها أشياء بتهمني جدا. أنا بعمل جولة 4-5 ساعات على المحطات الثانية وبجي بعد 4-5 ساعات وأنا ألف على الورش. رجعت على الورش لقيت علي والعمال التانيين قاعدين على الأرض كأن على رؤوسهم الطاير. وهي الحالة بتحصل لما يكون في مصيبة، يعني واحد وقعت على رأسه خشبة، وقعت على رأسه طوبة. معلم علي شوفي علي احكي سيابة ركب شوفي. قال لي مش عارف بقول لك ايه يا معلمي. ايش في يا علي؟ الشنطة اتسرقت يا معلمي. الشنطة مالها اتسرقت يا معلمي. تضحك يا معلمي؟ قلت له اه بضحك. تضحك عليا؟ قلت له لا والله بضحك على اللي سرقها. قال لي ليه يا معلمي؟ فيها ايه؟ قلت له فيها 40 سنة سجن. قال لي ليه؟ لا سمح الله فيها حشيش؟ قلت له لا والله تخيل اللي سرق يا حبيبي. سرق الحقيبة طبعا وراح على واحد من أطراف عمان على اعتبار يفتح الحقيبة بالقوة هناك ويطول الدولارات اللي حطوها العمال المصريين فيها. طبعا مش رح يعرف الرقم السري تبعها، رح يخلعها خلع. لما يخلعها ويفتحها رح يلاقي فيها 8 كتب. إذا كان ما بيفهمش في الكتب والثقافة والسياسة حيقول لعنة الله عليهم هذول المثقفين بخربوا علي شنطة سامسونايت وبحطوا فيها كتب ما بتسواش حاجة حتى صور ما فيهاش. ولو كان بيفهم في السياسة والثقافة رح يمسك الحقيبة ويرميها كأنه فيها لغة لأنه فيها 40 سنة سجن. لكن الحقيقة مش هاي هي الحقيبة الأساسية اللي بدي أحكي لكم عنها. الحقيبة الأساسية اللي بدي أحكي لكم عنها في 2011. في 2011 كنت نازل أنا وفريقي على رام الله عشان نقدم مونودراما عائلي لحيف. وأنت عشان تطلع من عمان وتروح على رام الله لازم تمر على منطقة اسمها جسر الملك حسين اللي هي النقطة الأردنية، ومن ثم تعدي من عبور عند أولاد عمنا وتروح على استراحة جريحة اللي هي النقطة الفلسطينية. والله يا جماعة الخير أنا طلعت من النقطة الفلسطينية وركبت الحافلة وطالعين باتجاه رام الله عبر مدينة أريحة. مدينة أريحة المدينة اللي انولدت فيها. يا الله أريحة مدرسة هشام بن عبد الملك اللي درس فيها أخوي، مدرسة البحتري اللي درست فيها أنا، البريد بيتنا. واقف
بيتنا، بيتنا اللي تربيت فيه. 23 درجة بيرفعوا بيتنا عن الأرض، 23 درجة حافظهم عن غيب، لأني كنت وأنا ولد صغير أحاول أكبس كل درجتين مع بعض، ما قدرش أن يضل في درجة لحالة مفردانين، ولما كبرت شوي أحاول أكبس كل ثلاث درجات مع بعض يضل في درجتين مفردانيات. بيتنا هنا، كنا نلعب هنا، كنا نسهر هنا، كنا نحط أخوي الصغير ناصر ونغني له ناصر كلنا بنحبك ناصر وحنفضل جنبك هنا. هذا السلم نزلته آخر مرة في الخامس من حزيران 1967، كان عمري حينها 12 سنة، وها أنا أصعد الدرج بعد 44 سنة وعمري 56. يا الله كانها بالأمس. وصدقوني ما كنتش عارف مين اللي بيطلع الدرج، الولد اللي عمره 12 سنة ولا العجوز اللي عمره 56 سنة، ولكنني فجأة رأيت طيف الولد اللي عمره 12 سنة يمر من جانبي ولا يلتفت إلي، ما عرفنيش. المهم أنا لما نزلت على بيتنا الشباب شالوا الكاميرا تبعتي وهات يا فيديو وهات يا فوتو وسجلوا كل اللحظات في تلك الوقت. المهم أنا في شجرة كانت كمان في حوش البيت كتبت اسمي عليها كان طولي، لما رحت لقيت اسمي صار فوق، كل اللحظات مسجلة بالفيديو وبالفوتو. ومش بس هاي اللحظة، لا لا لا، العروض لما قدمت في جنين وقدمت في الخليل وفي بيت لحم وفي نابلس وفي رام الله كلها فيديو وفوتو موجودة. عشان هيك كل يوم كنت أفرغ الفيديو والفوتو على ذاكرة إلكترونية حتى ما تنسيش هاي الذاكرة تبعت الكاميرا. حتى لقائي مع أولاد عمي في مخيم الجلزون اللي من 44 سنة ما شفتهمش، وفي ناس انولدوا بعد ما اطلعنا من البلاد، مسجل. حتى زيارة زيتونة سيدي أحمد البدوي، سيدي أحمد، حدا سمع عن زيتونة سيدي أحمد البدوي في حياته؟ زيتونة سيدي أحمد البدوي موجودة في قرية الولج محافظة القدس، عمرها 5000 سنة. مش أنا اللي قلت إن عمرها 5000 سنة، اليابانيين الله يرضى عليهم عملوا فحص مختبري فأثبتوا أنها مستزرعة منذ 5000 سنة وما زالت تعطي زيتونا وزيتا حتى وقتنا هذا. أما ليش اسمها زيتون سيدي أحمد البدوي؟ فلأنه سيدي أحمد البدوي قدس الله سره كان يجي على الولج ويأخذ زيت وزيتونه من هناك. صعدت ووقفت في ساق الشجرة الذي كان في الأصل فيه حفرة عمقها 12 متر، لكن اليابانيين جابوا من ترابها وعبوا 12 عبوا منهم 11. أنا وقفت في ساق الشجرة ولمحت الأفعى الكبيرة احنا بنسميها حنش عربية سوداء تجوب المنطقة حول الشجرة. أهل القرية قالوا لي هذا هو الرصد الذي يحمي الشجرة. أنا أخذت من القداسة سيدي أحمد البدوي ورصد وحنش وزيت وزيتون. لما نزلت أخذت حجر من حوض الشجرة وحملت، وجبت زجاجة عبيتها تراب من حوض الشجرة وحملتها، ولما جينا بدنا نروح من رام الله على عمان حطيت الحجر والتراب والذاكرة الإلكترونية في حقيبتي. الآن لما بدك تروح من رام الله على عمان بتسلم الحقيبة في استراحة أريحة. أنا شفتها لما سلمتها وهم يحطوها في الحافلة اللي بتاخدها على استراحة جسر الملك حسين في الأردن، وأنا شفتها وهي بتنزل من نفس الحافلة وأعطوني إياها. حملتها ورحت للجمرك قلت له تفضل فتش، قال لي الحمد لله على السلامة يا أستاذ غنام، يعني الحمد لله عرفني. قلت له الله يسلمك، تفضل فتش. قال لي كيف الأهل الفلسطيني؟ قلت له الأهل الفلسطين ممتازين على الرغم من كل الظروف اللي بتسمع عنها، ما تخافش عليهم قادرين. تفضل فتش. قال لي شو بدك تجيب من فلسطين غير شوية زعتر وشوية ميلامية؟ روح روح لعيالك. حملت حقيبتي وطرت إلى عمان، بدي أوصل البيت بسرعة، بدي أوري عيالي وعيلتي الحجر اللي جبته والتراب اللي جبته والذاكرة الإلكترونية واللي عليها. فتحت الحقيبة في البيت في عمان
لا شيء، لا الحجر ولا التراب ولا الذاكرة الإلكترونية. وينهم؟ ولأعلم بعد ذلك إنه أنت لما تسلم الحقيبة في أريحة عند السلطة وتسلمها في الأردن عجز الملك حسين، بتكون لحالها لبالها مرت على نقطة تفتيش إسرائيلي. سرقوها، سرقوا الحجر، سرقوا التراب، سرقوا الذاكرة زي ما سرقوا البلاد، وبدهم يسرقوا ذاكرتها وينفوها. وصرت أتخيلهم لما فتشوا الحقيبة، فتحوها لقوا حجر وضحكوا، قالوا هالفلسطينيين مهبلهم بظلوا يحملوا حجار، وألقوه خارجا. في ذلك الوقت أعادوه إلى صدر أمه ومسكوا الترابات وضحكوا، قالوا هالفلسطينيين بظلوا يحملوا تراب الله يهدي حيلهم، ورموا الترابات خارجا فأعادوا التراب إلى صدر أمه. وعندما لقوا الذاكرة الإلكترونية قالوا بس هذه هي الأساس اللي بدنا إياه، وراحوا حطوها بالكمبيوتر. حينها أحسست بالشماتة فيهم. ليش؟ لأنهم لن يجدوا في تلك الذاكرة إلا ما يغيظهم. رح يلاقوا جورج حباش وغسان كنفاني ووديع حداد ومحمود درويش وسميح القاسم والشيخ إمام وإبراهيم نصر الله والرايات وعبد الحليم أبو حلتان ناجي العلي. رح يلاقوا فيها كل ما يغيظهم. وأنا أحمل في هذه الحقيبة ما يغيظهم ويسرقكم ويسرقني. في هذه الحقيبة أحمل الذكريات، فليس لدي أعز من الذكريات إلا ما تخلفه الذكريات. فيها أنا غنام غنام، اسمك الكامل غنام غنام الكامل، غنام صابر حسن محمد أحمد مصطفى غنام، خواتي شي ثلاثي، غنام صابر غنام واسم امي خديجه. ما طلبناش اسم امك، فكرت انك بدك تطلبه يا خي. انا شو من وين؟ من عمان. قبل. من جرش. قبل. من اريحه. قبل. من كفر عانا. كفر عانا نا 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 بالالف الله يخليك، لانه هذا من اسم الالهه عنات. احنا في نقيين اصلا، تتفلسفش على ربي. كان هذا الحوار عام 2004، لم أكن مطلوبا من الأجهزة الأمنية حينها، ولكن ابني غسان الله يرضى عليه راح مقدم طلب وظيفة لأحدى شركات الاتصالات، فوات الطلب تبعه للأجهزة الأمنية، راحوا الأجهزة الأمنية قالوا على والد المذكور مراجعتنا. في هذا الحوار قال لي بعد حوالي 5 ساعات، يا سيد غنام أنت إقليمي. شو يعني إقليمي؟ إقليمي إقليمي، شو يعني إقليمي؟ يعني متعصب لفلسطينيتك. قلت له تسمح لي بسؤالي، أنت لما سألتني أنا من وين؟ قلت لك من عمان، ما قبلت. قلت لك من جرش، ما قبلت. قلت لك من أريحة، ما قبلت. قلت لك من كفر عانة، ما سجلت عندك. ألم تسجل كفر عانة؟ هل سجلتها لأنك إقليمي أم لأن هذه هي حقيقتي؟ أنا من هناك، أنا من هناك، ولي ذكريات، ولدت كما تولد الناس، لي والدة وبيت كثير النوافذ، لي إخوة وأصدقاء وسجن بنافذة واحدة، لي قمر في أقاصي الكلام ورزق الطيور وزيتونة خالدة. أنا من هناك، أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء على أمها وأبكي لتعرفني غيبة عائدة. أنا من هناك، تعلمت كل كلام يليق بمحكمة الدم كي أكسر القاعدة، تعلمت كل الكلام وفككته ثم ركبته بمفردة واحدة هي الوطن. هذا كلام محمود درويش. من هناك أنا غنام صابر غنام من كفر عانة، مولود عام 1955 في أريحة، أعشق أريحة، حبيبة أريحة، لكنني من كفر عانة. ولدت بعد النكبة 48 ب7 سنوات عجاف، تلك النكبة التي هجر فيها أهلي من كفر عانة إلى أريحة وأصبحوا لاجئين. بالمناسبة
حدا بيقدر يقول لي هم كان لازم يكونوا لاجئين ولا نازحين؟ لاجئين ولا نازحين لازم يكونوا؟ يا سيدي الأمم المتحدة بتقول لك اللاجئ هو الذي يهاجر من منطقة إلى منطقة خارج حدوده الدولية، والنازح هو الذي يهاجر من منطقة داخل بلده ويبقى في داخلها. وأنا بدي أقول لكم مثلا على سبيل المثال هذه خارطة فلسطين، ها؟ أيه. هذه خارطة فلسطين، منيح؟ أهلي هجروا من كفر عانة إلى أريحة، من كفر عانة إلى أريحة، من كفر عانة إلى أريحة، لم يتجاوزوا الحدود الدولية، فلماذا أسموهم من اللحظة الأولى لاجئين؟ كلنا نعرف الجواب وبدناش نخوض فيه الآن، ولكن تخيلوا أن هذا الحدث تم في مايو 1948. في يونيو 1948 اجتمع ما تبقى من فصائل المقاومة الفلسطينية وأسسوا حاجة اسمها حكومة عموم فلسطين لاستعادة ما اغتصبه الصهاينة من أرض فلسطين. هذا في يونيو. في الشهر اللي بعده اجتمع الارستقراط والبرجواز والمتنفذون في القدس وأرسلوا للملك عبد الله الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسها، أرسلوا له قالوا له لقد أصبحنا بلا وال رجاء أن تتولى أمرنا. فما كان منه إلا أن أرسل إلى إلياهو ساسون وزير خارجية الاحتلال في تلك اللحظة وقال له عليكم أن تحترموا إرادة الشعب الفلسطيني لأنهم طلبوا مني أني أتولى أمورهم لأنهم أصبحوا بلا راع. فما كان من إلياهو ساسون إلا أن أجابه في اليوم التالي بالموافقة شريطا أن توقع اتفاقية للهدنة وحصل. سنتان من 48 إلى 50 لم يبقى هناك على الخارطة شيء اسمه فلسطين. الاحتلال الصهيوني أخذ جزء سماه بين قوسين إسرائيل وإحنا محينا الباقي. شوي الجيب اللي في جنوب المتوسط الحقوه بالإدارة المصرية وصار اسمه قطاع غزة، وشوي جيب هيك في شمال غور الأردن الحقوه بسوريا صار اسمه الحلمة السورية، والأرض الكبير اللي خلف وغرب نهر الأردن صار اسمها الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية. يعني لم يعد هناك على الخارطة شيء اسمه فلسطين. يعني أبوي وإمي انولدوا في بلد مش موجودة على الخارطة، وجدي وجدتي انولدوا وماتوا واندفنوا في أرض مش موجودة على الخارطة. فلماذا فعلناها؟ سواء بمعرفة أو بدون معرفة، فقد أرحنا هذا الكيان المغتصب من دبوس ممكن يكون بخاصرة اسم فلسطين كل الوقت. صار هناك لاجئ فلسطيني وليس هناك فلسطين. في نفس الوقت هذه فلسطين بنفور 1917 أعطى وعده المشؤوم لليهود. ماذا كان يقول فيه؟ قال إن حكومة جلالة الملك اللي هو جورج الخامس في ذلك الوقت تنظر بعين العطف والاعتبار لمنح اليهود مقام قومي على أرض فلسطين. إذا بالفور اللي بده يعطيهم إياها ما لقاش إلها أرض اسم إلا أرض فلسطين. إحنا محيناها الله يسامحنا، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين كما قال محمود درويش. أنا انولدت سنة 55 أردني، منيح؟ انولدت سنة 55 أردني وذهبت إلى المدرسة كطالب أردني أقرأ عن فلسطين كبلد شقيق بالمشرعين هذول شعب شقيق، وأعود إلى بيتنا لأجد أمي بالثوب الفلسطيني المطرز وأبي لديه جرح من سنة 42 بكتفه، وجدتي بتحكي لي عن خالي اللي استشهد في ثورة 36. شيزوفرينيا في الهوية. ولا حدا يعتقد إنه أنا ضد أردني، أنا أعتز بها جدا، ولكن أنا ضد تذويب الهوية الفلسطينية لصالح الهوية الصهيونية ببساطة شديدة. أنا عربي، أنا مغربي فداء لسبدة أمليلة، أنا سوري فداء للإسكندرونة، أنا مصري فداء لأي شبر من مصر، أنا يمني فداء لليمن، أنا فلسطيني مشان فلسطين، الأردن مشان الأردن، أنا عربي. هيك تعلمت
لكن شو بدك تسوي؟ واحنا في الثالث ابتدائي علمونا قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي. تقول عصفورتان في الحجاز حلتا على فن في خامل من الرياضي لا ندم ولا حسن. يعني الحجاز مقشفة ناشفة فيش فيها ولا عرق أخضر. بينهما تتناجيان سحرا على الغصن مر على أيكهما ريح سرى من وين؟ من اليمن، اليمن السعيد. حي وقال درتان في وعاء ممتهن لقد رأيت حول صنعاء وفي ظل عدن خمائل كأنها بقية من يزن الحب فيها سكر والماء شهد ولبن. بحاول يغري العصفورتين يترك الحجاز الناشف ويروح على اليمن الأخضر، ولكن الطير فيهن الفطن قالت له إحداهن يا ريح أنت ابن السبيل ما عرفت ما السكن هب جنة الخلد اليمن لا شيء يعدل الوطن. بتقولوا يا غنان صدعت راسي بتحكي سياسة مظبوط شو أسوي في فلسطيني بلا سياسة يعني إذا قلنا ملوخية بيقولوا سياسة. أنا ليش عملت هذا النص في 2011؟ أنا طالع من بيروت بدي أسافر بالطيارة، أنا بخاف الطيارات تروح علي فبروح قبل 4 ساعات وخمس ساعات على المطار، فباخذ معي كتاب معي الكمبيوتر تبعي وأنا قاعد ومستنى الطيارات اللي بعدها مطول كثير. طلع نداء تعلن الخطوط الجوية المصرية ايجيبت اير عن قيام رحلتها رقم كذا المتوجهة الى مطار القاهرة الدولي على جميع الركاب سرعة التوجه الى البوابة رقم كذا. واذا في شاب مصري بارق وحامل شنطته وموبايله برن عامل النغمة تبعتها يا اصحابي يا اهلي يا جيراني ايوه محمدين انا دلوقتي هدخل الطيارة وهقفل الموبايل اسمع نجنتا وامي ومراتي والحاجة حماتي والولاد عاوز اخدكم كلكم بحضني اول ما اوصل انا مش لكم جدا من حق البني ادم اللي بيكون في المنفى والغربة انه يشتاق لامه ولمرته ولحماته ولاولاده وانه اول ما يوصلهم ياخذهم كلهم بالحضن. بعد شوي سمعت نداء لشركة الطيران الصينية وما تسألونيش كيف فهمت على ثلاثة سنين. خلت شركتها بتقول له يا حبيبي انا اول ما اوصل الصين 20 ساعة طيران. بالصيني والله العظيم. 20 ساعة طيران بدك تاخذني على بيت جدي اللي تربيت فيه وعلى ارض جدي وجدتي بدي ازورهم. من حق البني ادم انه لما يرجع على بيته وعلى بلده يروح على البيت اللي تربى فيه ويزور طبور الناس اللي بحبهم. واجاني السؤال مره واحده تقول جلس كنيسي وضرب راسي طن ولك يا غنام متى سوف تسمع النداء التالي تعلن الخطوط الجويه الفلسطينيه عن قيام رحلتها رقم 1948 المتجهه الى مطار الشهيد علي طه في اللب؟ متى ستسمع هذا النداء؟ تحتاج الى معجزه. انا ذكرت اسم علي طه تعرفوا علي طه أبو سنينة الشهيد علي طه أبو سنينة اللي اختطف طائرة ونزل فيها في مطار بين قوسين بن غوريون في اللد وكان يقايض السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراح الركاب مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. بعد 3 أيام واحد من الركاب مرض فطلب الصليب الأحمر يجي عاجه وبدل ما يدخل الصليب الأحمر دخل جيش الاحتلال لابس لبس الصليب الأحمر وأطلق النار على الركاب والخاطبين فاستشهد علي طه. بعد 3 أشهر إذا بتتذكر العواجيز اللي زيي كان في هناك مجموعة من الجيش الأحمر الياباني عملوا عملية في مطار لد انتقاما لاستشهاد علي طه. ولذلك أتخيل أنه إذا عادت فلسطين وعاد لنا هذا المطار أن يسمى باسم الشهيد علي طه. ما هو إذا بدك تحكي مع فلسطيني بقول لك مرة وأنا طالع من المطار مرة وأنا راجع من المطار
مرة هم مانعيني أسافر، مرة هم مش معطيني التأشيرة. يعني هاي الحال الحمد لله رب العالمين. لذلك حكايتنا في المطار، يوم طالع الساعة 6 صباحا من المطار الشارقة، وطالع كني على الجزائر أيامها أو شيء زي هيك. المهم أنا بحط على الفيسبوك بتعرف هذا الستاتوس، مسافر من كذا إلى كذا وتعرف هاي الأشياء. فيبدو في صديقة مصرية لقت المعلومة على الفيسبوك فرنت علي على التليفون. ألو صباح الخير، تروح وترجع لبلدك بالسلامة يا غنام. يا بلدك غنام، يعني تروح وترجع لبلدك الإمارات بالسلامة. بلد الإمارات يا غنام، مش انت أردني؟ يا غنام مش انت يعني فلسطيني ومعاك الباسبور الأردني؟ فلسطيني ومعاك الباسبور الأردني. يا غنام ما تحبكاش، مش انت بتقول انك قوم عربي وكل البلاد العربية بلادك؟ مظبوط، كل البلاد العربية بلادي ما عدا بلدي مش بلد. طب خلاص يا غنام ما تحبكاش وتروح وترجع بالسلامة وبلاش بلدك خالص. أنا تتكحلها عملتها. ماشي يا ستي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. على الله. على الله. على الله تعود بهجتنا ونفرح تغمر دارنا البهجي والفراح. أضعينا العمر ونفطل ونفراح، وضاع العمر هجران وغياب. ماماي 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 ماماي. عارفين هذا المواد. على الله تعود. وديع الصافي في الإمارات ملحن. أمي خديجة كانت تغني بطريقتها. على الله تعود بهجتنا والإفراح يما، تغمر دارنا البهجة والإفراح يما. قضينا العمر والفطل والإفراح يما، وضاع العمر هجران وغياب يما. كانت تغني هذا المواد بطريقتها، كلما شدها الحنين إلى أخي فهمي بكرها الذي تغرب عنا 20 عاما وأكثر، كلما شدها الحنين إليه تغني البواد بهذه الطريقة. ولكن عندما مات وشبع قلبها استبدلت هذا البواد بعديد ترتجله كلما انفردت بنفسها. يا أما يا فهمي رحت وتركتني، يما يا شيخ الشباب لو اشوفك جاي من الباب، اتمد ايدك تاخذني، امك ما عادت امك كاتلها موتك وهمك. يما ريت عذري تركك واخذني. فهمي صابر غنام أخي الأكبر، ذكر أمي وأبي، مولود عام 1942، خريج الجامعة الأمريكية عام 1968 تخصص أدب إنجليزي. التحق بحركة القوميين العرب منذ نعومة أطفاله، وعندما تخرج من الجامعة التحق بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبسبب ذلك تشرد في البلاد. في كل عام يكون في بلد يحمل جواز سفر مختلف: زيمبابوي، كولومبي، فلبيني، سوري، مصري، عراقي. ولم يعد يحمل الجواز الأردني، ولم يحمل جواز البلد التي تشرد من أجلها فلسطين. بعد 20 عاما من المنافي والتشرد، قرر فهمي أن يعود إلى عمان حيث تقيم العائلة ويقيم معظم أهل كفر عان. ظننت حينها أنه قد عاد ليعيش بيننا، لكن اكتشفت أنه عاد ليموت بيننا، فسرعان ما مات فهمي. حملنا جثمانه وواريناه في مقبرة سحاب. مقبرة سحاب هي أكبر مقبرة عامة في عمان ومدينة أموات، سكانها تحت التراب، زوارها فوق التراب، سكانها ملفعون بالأبيض، زوارها ملفعون بالأسود. أودعناه التربة
وفي اليوم التالي حسب عاداتنا كفلسطينيين بنعمل زيارة صبحيات للقبر، بنسميها زيارة فك الوحدة. وكأننا بذلك المتوفى لم يألف منفاه الجديد بعد، نجلس عند القبر، نتلو بضعة آيات، ندعو له بالمغفرة ونطمئنه على أحوالنا. والله يا حبيبي يا فهم، امبارح بيت العزا كان ما شاء الله آلاف آلاف قد ما فيه لك محبين. أولادك يابا وصلوا الحمد لله رب العالمين، ما تخافش عليهم، ما تخافش، هدول بعينينا. بعدين مرتك أصيلة بتدير بالها عليهم، ما تقلقش. فجأة قطعني صوته، بلق القبور اللي بيبني القبر هذا اللي يعني، قال لي يرحم ما فقدته، الله يخلي لك أحبابك، بدك تبني القبر ولا بدكم تخلوه هيك بلا بناية يعني شهرين زمان بتيجوا بتعرفوش وين هو؟ لا لا تبنيه. بدك تبنيه حجر ولا رخام؟ لا لا حجر، ليش رخام؟ طب الشاهد يعني بدك تعملها رخام؟ لا لا خليها حجر. ممكن تعطينا معلومات عنه؟ يا زلمة صار لهم 20 سنة بطلبوا معلومات عنه، مش لا يا حبيبي، هذه المعلومات اللي بنطلبها احنا غير المعلومات اللي بنطلبوها الجماعة اللي خبرك. اسمه الكامل فهمي صابر غنام، مواليد 1942. من اي بلد بلا زغرة؟ هاي من اي بلد بلا زغرة جملة فلسطينية امتياز، يعني لما اقابلك وما تغزلش مقامك بقول لك انت من اي بلد بلا زغرة، بتقول لي انا من يافا، بقول لك عيلة فلان، بتضموا لك يعني احنا بلد صغير. من اي بلد بلا زغرة؟ من كفر عانة. هذا القبر بكلفك المهم. ثاني يوم اجيت على القبر وانا حامل شتلة زيتون عشان ازرعها وين؟ عند الشاهد، لانه احنا اصلا في نيقيين من 7000 سنة واحنا بنزرع زيتون عند شواهد قبور ابنائنا ومحبينا. وجدت الشاهدة قد انتصبت. قرأت عليها ما لفت انتباهي، المرحوم فهمي صابر غنام من كفر عانة. ايه؟ اذا هذا عندما سألني من اي بلد بلا زغرة ما كانش بيتعرف علي، هذا كان بيحط المعلومة على شاهدة القبر. ونظرت إلى شواهد القبور المجاورة، حيفا، يافا، ساكي، سلمة، الخليلية، الله أكبر، نابلس، بير السبع. يا إلهي، فلسطين، فلسطين بقراها ومدنها ونشراتها ورجوعها مكتوبة على شواهد قبور أبنائها، أولئك الذين لم يستطيعوا أن يعودوا ليصلوا على أعتابها أو يدفنوا في ترابها، كتبوا أسماء بلدانهم ومدنهم وقراهم على شواهد قبورهم. خطر ببالي السؤال مرة ثانية، ولك يا غنام لو أنك ولدت في كفر عانة ومت في كفر عانة، كان بكتبوا لك على شاهدة قبرك كفر عانة؟ قطعا لا. مش مثل فهمي مات في عمان وحجره من سحاب، وناجي العلي مات في بريطانيا وحجره من لندن، وغسان كنفاني مات في لبنان وحجره من بيروت، وهذاك في سيدني، وهذاك في ألمانيا. ونيالك يا أمير حبيبي، أمير حبيبي الروائي الفلسطيني العظيم، نيالك يا أمير، ولدت في حيفا، كبرت في حيفا، عشقت في حيفا، ناضلت في حيفا، اعتقلت في حيفا، ومت في حيفا، وعندما مت طلبت منهم أن يكتبوا على شاهدة قبرك باق في حيفا. لم تطلب منهم أن يكتبوا باق في حيفا لتثبت إنك من حيفا، ولكن لتقول كنت شوكة في عين الاحتلال حيا، وها هي شاهدة قبري شوكة في عين الاحتلال ميتا. حيفا يا حيفا يا مهمتي بالعين غطيني، ونشح يوم الفشل مرتين عبيني، يا ديرتي حملوا يا ديرتي شالوا يا ديرتي مشعلوا في القلب نيراني. النيران، النيران ظلت مشتعلة في قلب صابر غنام أبي من لما طلع في 48 من فلسطين إلى أن توفي في 86 في جرش. تلك كانت نيران الشوق إلى أن يعود إلى فلسطين،
وبعد فترة صارت كيران الشوق أن يدفن في فلسطين. وأوصاني إنه إذا متت يابا وبدأت ترجعوا طلباتي إلى كفر عانا اعملوها. لكن النيران لم تكن في قلب صابر غنام فقط، النيران كانت نهايته، فأبي قد مات حريقا. سامحوني قبل أحكيكم كيف مات حريق، بدي أحكيكم عن أبوي وهو صغير. أبي هو الولد الوحيد للشيخ حسن غنام، وحسن غنام وحيد، يعني أبوي ما عندوش أعمام ولا عمات، وأنا ما عنديش أعمام ولا عمات. كان الشيخ حسن شيخ طريقة، عنده عدة ورايات وخضرة وموالد وكل حاجة، وكان هذا الولد يعيش في كنفه عيشة محترمة. ذات يوم وهو في السادسة من عمره عاد إلى البيت، فوجد هناك جنبة كبيرة، فظن أن هناك خضرة نهارية للشيخ حسن، لكن عويل النساء جعله يكتشف أن هناك مصيبة ما حصلت في البيت. وفاجأه رجل من الأقارب بيد خشنة، أمسك بيد صابر الناعمة وقال له: صابر روح ودع أبوك. مش أقول وين رايح، روح ودع أبوك ولا كثر الحكي. وأخذه إلى حيث الجثمان مسجد داخل الكفن، بحث الطفل عن كفي أبيه ليقبلهما، كان مكتفين داخل الكفن. وإن إذن أبوه دا بوسي بوس وجهه. قبل جبين أبيه، أغلقوا الكفن، حملوه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وروه الثرى. وعاد صابر منذ تلك اللحظة يتيما إلى البيت يعيش مع ست حسن، ولكنه لم يكن مظلوما، لأن الشيخ حسن ترك له قطعة أرض ممتازة فيها شجر ممتاز فيها ثمار، وترك له الذكر الحسن. لكن يبدو أن تلك الأرض قد حليت في عيني من قرائب. وصابر بعد 3 سنين، كان عمره 9 سنين، كان أطول من أقرانه قليلا، فجاءه صاحب اليد الخشنة ذاته، قال له: يا صابر بتحب تروح على يافا؟ طبعا بحب أروح على يافا، بس بتاخذوني على المنشية وكل مشاوي، وبتاخذوني أركب حنطور وعلى السينما أسمع أغاني عبد الوهاب. بموت على عبد الوهاب ومن هو قد الفتلي. ماشي، بس بدنا ناخذك عند عمك القاضي في الاول. عم القاضي؟ ايه عمك القاضي صاحب ابوك هذا. اذا سالك عمك القاضي قديش عمرك؟ بقول له 9 سنين ونص. لا 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 لا، عمرك 13. انا كبرت؟ كبرت 13. واذا سالك بتستحلم يا صابر؟ بتقول له مرتين بالاسبوع. بستحلم مش شغلك هسه، بس قول له مرتين بالاسبوع. واذا سالك بدك تتجوز قول له ضنيب على ولايات جوز. في اليوم التالي لبسوه، يعني حطوا عقال ولبسوه لبس من كبر، واخذوه مثل عريس الى يافا. وعند القاضي مباشره عمك القاضي: آه يا صابر، ما اسمك؟ قال له: صابر غنام يا سيد القاضي. كم عمرك؟ 13 سنة يا سيد القاضي. بتستحلم يا صابر مرتين بالأسبوع يا سيد القاضي؟ هات يا صابر إصبعك وابصم بدك تسألني بدي أتجوز ولا لا؟ ليش؟ عشان أقول لك طبيب على ولاية. جوزوه جوزوه، محمحم هذا الولد، جوزوه. هات إصبعك. وبصم صابر اللي عمره 13 سنة زورا على بيع ما يملك صابر اللي عمره 9 سنين حقيقة. وخرج من تلك اللحظة فقيرا لا يملك شر ولا نقيه، لا أكل لحمة ولا ودوه على السينما ولا ودوه على الحنطور. وثاني يوم كان يعمل في بيارات البرتقال، برتقال يافا الذي كان مشهورا في كل أنحاء الدنيا، كان يعمل عاملا يجمع صناديق الخشب. وعندما كان يأكل الناس برتقال يافا ويتلذذون بطعمه، لم يكونوا يعلمون بأن صناديق خشب ذلك البرتقال قد أدمت كف أبي الطريقة ل9 سنوات. لكن سبحان الله كيف كبر هالولد، كيف صار بيفهم، كيف صار بيحكي إنجليزي لابني، كيف صار هو أول واحد بيلبس بنطلون في البلد، كانوا كلهم يلبسوا سراويل، كيف اشترى أول جرامافون في البلد، كيف اشترى أول راديو في البلد، ما حدا بيعرف. دفع في أمي مهر 22 جنيه فلسطيني أيامها، يعني جنيه بنطح جنيه بيعمل المصنع. وهو أول فديق في كفر عنا، بنى بيت وستاب الجرمين، كان هذا للبرجوازين فقط. المهم عندما كبر صابر أصابه السكري،
وأصابت ساقه الغنغرينة، فبدرت ساقه من أسفل الركبة وصار ضعيفا لا يقوى على عمل شيء، فقط ينعى بعض الشجيرات في حجرة البيت ويشذبها. في اليوم اللي توفى فيه كان يجمع قش حجرة الإنجاب الناشط، كومه إلى جانبه وأشعل به عود ثقال، هبت النار فأكلت ثوبه الذي كان به نسبة عالية من النيلون ومات. لكن اسمحوا لي أحكي لكم عن آخر 15 يوم في حياة صابر قبل أن يموت. قبل 15 يوم من وفاة أبوي اعتقلت المخابرات أخي الأصغر ناصر بتهمة النشاط السياسي في جامعة اليرموك. طبيعي جدا أن تعتقل الجهات الأمنية ناشطا سياسيا في الجامعة، لكن اللي مش طبيعي أن يكون المحقق الذي يتولى التحقيق والتعذيب ابن جيراننا، ابن حارتنا، بيعرفنا بالتفصيل الممل حتى لما كان يعجز عن معلومة ما يعزم حاله على فنجان قهوة عند أبوي ويقول له ها أبو فهمي شو أخبار الشباب؟ كيف فهمي؟ شو إن شاء الله شغل غنامي كويس؟ أنا أقهر يابا أنت كيف تسمح لهذا الحقير يدخل بيتنا؟ يقول لي يابا أنت بتفكر إن أنا راح أعطيه معلومات؟ أنا مش حبيبي، أنا بودي على البحر وبرجع أغسان، بس يابا هذا حقير ليش يدخل بيتنا؟ يقول لي يابا أنا بدخل بيتنا كرامة لأبيه، أبوه زلمي محترم مزارع طيب يفلح الأرض جارنا، ولذلك لا أستطيع أن أخذل ذلك العجوز بذلك الولد. كل يوم هذا المحقق هو يحقق مع أخوي ويضربه ويسوي كل الأشياء، يجي على المكتب يطلب رقم بيتنا، ألو يا أبو فهمي كل التنظيم اعترف مع ده ابنك، ابنك حمار ضيع مستقبله، ويقضي الخط. كل يوم يعذب أبوي بمكالمة من هذا النوع. في اليوم الرابع عشر كان تعرف هذا الرجل يبكي، فأخذ أخوي على المكتب طلب رقم البيت وقال له بدك تحكي مع أبوك. اسمع يا أبو فهمي احنا مش قادرين نعقله، عقله انت يمكن تقدر عليه، خذ احكي مع أبوك. أخوي حكى كلمتين فقط، مرحبا يا أبا. أبوي حكى جملة واحدة فقط، يابا أنا ربيت رجال الله يرضى عليك، وأقفل الخط. في تلك اللحظة استشرت ذلك المحقق غضبا فأوقع عذابا إضافيا بناصر، لم يستطع ناصر أن ينام في تلك الليلة من الألم الذي وجد في أضلاعه، أما صابر فلم يستطع أن ينام من الحريق الذي اشتعل في قلبه، وأكاد أجزم أن أبي مات في اليوم التالي ليس من حريق العشب ولكن من الحريق الذي أشعله ذلك المحقق النجم في قلبه. صابر أيها الرجل الشفيف العفيف الذي تحتار الكلمات كلما جئت على ذكرك، يابا عندما كنت تشذب الحديقة وتجمع القش ماذا كنت تغني؟ هل كنت تغني لعبد الوهاب كعادتك طول عمر عايش لوحدي فريد الله؟ يا أوصيتني أن أعود بوفاتك إلى فلسطين، أن أدفنك في فلسطين، لكني لن أستطيع، لن أستطيع، سامحني. عارف ليش يابا؟ لأنني مثلك سأموت في المنفى، سأموت في المنفى. ويحمل نبأ وفاتي ثلاث إعلانات، واحد من نقابة الفنانين الأردنيين بحكم العضوية، واحد من رابطة الكتاب الأردنيين بحكم العضوية، واحد من أهلي عشان يحددوا في مكان العزل. أهلي هؤلاء الذين كانوا يحترمون هذا الغنام المجنون كيف يمشي حياته ولاحق المسرح ومدبر حاله. المهم سيحضر الجنازة ولدي الوحيد غسان، وسيتعذر الأمر على ابنتي المقيمتين في فلسطين أن تأتيا بسبب الاحتلال، تماماً كما كان الاحتلال مانعاً أمامي لأحضر زفافهما. سيتعذر الأمر على ابنتي نايا التي تدرس في قبرص أن تلتحق بسبب رحلات الطيران. سيحضر الجنازة رفاقي الذين نضلنا من أجلها معاً، ورفاق المسرح الذين حلفنا بمسرح مختلف معاً، ومجموعة من الشباب الصغار الذين أنعموا علي بلقب يابا في المسرح. وسيحضر بالمناسبة وبالمصادفة اثنان من فلسطين،
واحد يحمل رمانتين من قلقيلية والثاني يحمل ليمونتين من يافا، سيجدان بدل رحل فيوزعان الثمار على باب المقبر. سيحملون الرفاق وسيجدون بأنني أخف بكثير مما كانوا يتخيلون. يضعون جثماني قرب الحفرة فيقول لهم حفار القبور: الملقن يجي هون. الملقن؟ الملقن 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 يا شباب، الملقن يجي هون. كلهم شيوعيين ربنا، ولا واحد لا في باله ملقن ولا بيعرفوا يلقن. لا في لقن. طيب في جار المقبرة بيلقن يعني لوجه الله. يأتي هذا الملقن بسرعة: يا دكتور علاء، السلام عليكم، رحم الله فقيدكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة لحظة، واحد من الشباب المتحمسين، لحظة، هذا غنام اللي مات، استنى شوي، لازم نحييه. الله يمسيك بالخير ويمسي الخير فيك يا غنام، لأنه الأيام بتحلى بالإنسان والإنسان بتحلى بالأيام، وأحلى الناس هم البني آدمين وأحلى البني آدمين هم الناس، ومساء الخير على البني آدمين. الشيخ بعتبرها حاجة ماسي وفاغة ويلا فبدأ نجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا هناك أخلى الدواس، أخلى الدواس يا أستاذ دسوي، هذا واحد صاحبنا يعني ساخر جدا وبرش على الموت سكر وله بضحك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. لماذا تضحك يا أخي؟ انت مش محرم من ميت، مش محرم من جنازة، مش محرم من حالة، ليش جاي مع الجنازة ترى عم تضحك؟ احكي له يا اخلد. قال يا سيدنا الشيخ، هذا غنام كل ما مات واحد يساري ولا واحد تقدم ولا كاتب في عمان هو اللي بيعمل التربين. والله قاعد بفكر مين بده يعمل تربين غنام ما بيلاقي. بلا عجب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. لحظة يا عم استنى، شو في لحظة؟ حول يا غنام حول، بات الليلة وين جدوا بات غنام. يا إخوان يا إخوان، حرام عليكم، ماذا تفعلون؟ هذا بيحكي له شعر وهذا بيضحك وهذا بيغني له، يعني هذا صاحبكم بكفيش لفينه، بكفن مكتوب عليه أبيات شعر وغزل، يعني لما يجوه الملكين الرفيقين ويسألها ما ربك ما دينك ما كتابك، شو جاوبهم على بلد المحبوب والديني؟ خذوه ادفنوه فلا تلقين، الله لا يردكم ولا يردكم. الحمد لله الحمد لله، يدفنونني دون تلقين. الله يرحمك ويحسن اليك. طبعا في اليوم التالي اسمع صوت ولدي غسان واهلي وقد جاءوا لزيارة قبري، وغسان بقول لي يابا رحمة الله عليك، والله أنا ما كنت أتوقع أنه في ناس بحبوك هالقد، أنا بدو على الفيسبوك بسبوا عليك كثير. يابا في واحد صديقتك جاي من بلد ثانية، قال بدها تقول لك كلمتين، تفضلي. قال مش بقينا نحلم في الأولاد مع بعض؟ وين بدنا نخلفهم؟ كنت أسألك في أي مطار ما جاوبتنيش، نخلفهم في المقبرة هسا؟ والله وخواتي من فلسطين ما قدرندش ينزل، ما أنت عارف، فبعت لك بالواتساب فويس مسج وبقول نسمعها لأبون. اسمع يابا، يابا احنا بنحبك، يابا الله يرحمك، دير بالك على حالك. والله لو عندي واتساب في قبل لجاوبت وما كنت بالك على حالك أنا منيح. وهي أختي وصلت وأسمع حواره مع بناء القبور بنفس الطريقة، بدك إياه حجر ولا رخام، بدك شاهد حجر ولا رخام، والمعلومات إلى آخره. في المساء أسمع أصوات الكركات والبؤوس والمجارف، العمال بيبنوا القبر، وصدقوني صدقوني سمعتهم وهم بيشتغلوا بيحكوا نوكت سيكس. المهم في اليوم التالي تصعد روحي من القبر لكي أطمئن على ما حدث. أجد الشاهدة قد انتصبت ومكتوب عليها: المرحوم غنام صابر غنام من كفر عانة. يا الله
ما نسيوش كتبوها أهم حاجة. دكتور حسن، لما تضيع وثيقة مهمة شو بتسوي؟ جواز سفر أشد بديل، شو بتسموها؟ بدل فاقد. بدل فاقد. أشعر بأنني بدل فاقد. هذا الذي يقف أمامكم هو بدل فاقد. الريحة التي ولدت بها هي بدل فاقد عن كفرعان التي كان يجب أن أولد فيها. جرش التي ترعرعت فيها هي بدل فاقد عن ساحات كفرعان التي كان يجب أن أترعرع فيها. بنت الجيران اللي حبيتها في جرش هي بدل فاقد عن بنت الجيران اللي كان لازم أحبها في كفرعان. فرحة الثانوية التي فرحها لي أهل جرش مع نبلهم هي بدل فاقد عن فرحة الثانوية التي كانت يجب أن تكون في كفرعان. حتى زوجتي وأولادي هم بدل فاقد عن الذين كان يجب أن يكونوا مهنتي كمسرحي. بدل فاقد ربما كنت هناك أكون معلم مزارع شيخ جامع شوفير باص لست أدري. ربما النكبة هي التي عملت مني مسرحي. والسؤال الذي يؤرقني الآن، السؤال الذي يتعبني الآن، أنا لما بموت الآن، لما بموت مين اللي بموت؟ غنام الأصلي ولا غنام اللي بدل فاقد؟ هذا هو السؤال. شكرا لحضوركم.